الوداد البيضاوي يفوز بلقب ثان له في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الفوز إيابا على ملعبه بهدف لا شيء بعدما كان تعادل 1-1 ذهابا قبل أسبوع في مصر ضد الأهلي. هو الفوز الثاني إذن للوداد بعد فوزه الأول في هذه البطولة، كان ذلك عام 92 ضد الهلال السوداني، وهو كذلك الفوز السادس للأندية المغربية في البطولة الإفريقية الأولى. الرجاء كان فاز 3 مرات، والفوز المغربي الأخير قبل الوداد كان للرجاء عام 99 حينما تغلب على الترجي التونسي. وسينضم إلينا بعد لحظات زميل نزار النور مفد فرانس 24 وبرنامج رياضة 24 إلى الدار البيضاء. قبل ذلك كلمة سريعة مع ضيوفنا. بدر الدين، فوز مغربي، هل فاجأك بالواقع تغلب الوداد على الأهلي؟ لا ما فاجأنيش تغلب، لكن نعرف مباراة فاينل معناتها تتربح ما تتلعبش، لكن كان هناك تخوف في الربع ساعة الأول أنه شفنا الأهلي يهاجم وكاد يحقق هدفين في 15 دقيقة الأولى، لكن الوداد ما طاحش في الخطأ اللي طاح فيه الترجي والنجم الساحلي، قعد ينتظر وقت اللي جاء وقت الهدف سجل وكان انتصر معناتها بالفاينل. انتصر ويضب إلينا من المغرب مدرب النادي الوداد وهو إذا الكابتن حسين عموطة معنا مباشرة. مبروك كابتن. مساء الخير، الله يبارك فيك، ومساء الخير للجميع. مبروك مبروك لجميع المغاربة بالداخل وبالخارج. على كل حال بالنسبة لك أنت قدت هذا الفريق إذن إلى اللقب في البداية، ربما لم ننتظر الوداد ولكن في النهاية يبدو وكأن هذا الفوز طبيعي. هو طبعا هو ليس طبيعيا باعتبار أنه الفريق البيضاوي مر بفترات يعني صعبة جدا، خاصة في فترة يعني الانتقالات يعني الصيفية، لأنه لا ننسى أنه غادره يعني هدافه الأول يعني ويليام جبار لنادي النصر السعودي، ثم فابيس أوندام الكوغولي اللي غادر يعني البطولة التونسية مع نجم الساحل النادي الإفريقي، وطبعا المتضافر اللي غادر المغرب تطواني. أظن أنه مع الأسف لم نعوض هاد اللاعبين بالشكل المطلوب نظرا لقلة يمكن الاختيارات الإفريقية. هذه مشكلة دائما الأندية الإفريقية يعني في البطولة الإفريقية، على أساس أن الميركاتو يقع يعني خلال المسابقة قبل نهاية المسابقة، هذه مشكلة نراها كل عام. ولكن أنت بالنسبة لك ما كان شعورك عندما تأكد اللقب، تأكد فوز الوداد؟ طبعا هو الشعور بالفخر، شعور بالارتياح، شعور بال أظن يمكن بالسعادة، لأنه يمكن في هذه اللحظات حسين عموتة يمكن أسعد مدرب في العالم، لأنه أنك يعني تصل إلى قلوب المغاربة كلهم سواء في الداخل أو الخارج ليس بالأمر السهل، خاصة أنه كانت هناك إكراهات، كان هناك تعب، كان هناك يعني شغل جاهد تحت ضغط كبير، كانت هناك حتى بعض الانتقادات يعني في المقابلات ديال الربع ديال النصف ديال المقابلات يعني الذهاب. أظن هذه الانتقادات والمشاكل كلها يعني بعد تحقيق اللقب تنظن أنه تحولت كلها إلى سعادة يعني كبيرة جدا، وليس بالسهل أنك تفرح 40 مليون من المغاربة سواء بالداخل أو بالخارج. الكرة المغربية أمام استحقاقات عدة هذه الأيام بالطبع في نهائي هذه المسابقة الإفريقية الأولى، وهناك المنتخب الذي طبعا يطمح لبلوغ مونديال روسيا العام المقبل، المباراة بعد أيام قليلة ضد الكوت ديفوار هناك في الكوت ديفوار. يعني طبعا أمامنا موعد يعني مهم جدا يعني يوم السبت المقبل أمام كوت ديفوار. الحمد لله أنه جميع اللاعبين بعد مشاركتهم يعني في الدوريات الأوروبية أظن الحمد لله يعني الكل متعافى، لا يوجد يعني إصابات، وأنا أظن أنه المنتخب جاهز معنويا ولوجستيكيا وتقنيا وتكتيكيا، طبعا هذا شغل يعني المدرب إيرفي رورات. نتمنى أن يكون يعني من المغرب من بين الأندية العربية التي تتواجد إن شاء الله يعني في المونديال بروسيا.
كابتن حسين عموتة، أنت الآن أصبحت ربما من بين المدربين في المغرب الذين حققوا أكبر عدد من الانتصارات والألقاب في تاريخ الكرة المغربية. الحمد لله، الحمد لله أنه يمكن في بعض الأحيان كنت محظوظ، يمكن ربما المجهودات اللي تقوموا بها، يمكن كيفية الإقناع ديال المجموعة ديال اللاعبين، لأنه تحقيق الألقاب لا يأتي بدون تخطيط مسبق، بدون يعني ان بروجي سبورتيف، لأنه واحد لازم تسطر يعني التخطيط الرياضي لكل اللاعبين فرديا وجماعيا. أنا أظن أنه عموتة ربما نجح بنسبة كبيرة في إقناع اللاعبين للدخول في هذا المشروع الرياضي، يمكن ولكن أنا أظن أنه يمكن عموتة بتحقيقه يمكن 3 ألقاب، يعني 2 محليين ولقب مع نادي الصدر القطري. أظن أنه عموتة يمكن أسعد مدرب يعني في هذه الأيام هذه. تماما، هذا ما كنا نقصد. بطبع هناك لقب مع الوداد في البطولة المغربية العام الماضي، ولقب أسد الذي ذكرت به، أسد القطري، حينما توجت عام 2000 أو ببطولة 2011 ببطولة آسيا، أيضا دوري أبطال آسيا. إذن الآن فزت باللقب الآسيوي ولقب الإفريقي، أبرز لقبين في آسيا وفي إفريقيا. الحمد لله، يعني وكان هناك يعني لقب، يعني قبل التحاقي بالصد القطري كان هناك لقب مع نادي الفتح الرباطي في مسابقة يعني بطولة الكؤوس، يعني تمام. يعني الحمد لله، الحمد لله أنه لما المدرب يحقق مثل هذه الانتصارات فهذا يشجعه، فهذا كيعطيه واحد القسط من الثقة والإيمان بالإمكانيات اللي سخرها هذاك لو سافوار فير اللي اشتغلنا به. تنظر أنه وصل وأعطى، يعني منتج له هو طيب ومردود له هو طيب. تنظر أنه يجب دائما الاجتهاد، يجب البحث على الجديد، يجب دائما أنه المدرب يكون يعني رأسه صغير جدا وتسمع ويستفيد. أنا عموتة دائما المدرب المتواضع يستفيد في كل حصة يعني أجريها مع اللاعبين في أرضية الملعب، دائما هناك استفادة، في كل مقابلة ألعبها رسمية هناك استفادة. الحمد لله أنه يمكن عموتة يستطيع أن يقنع اللاعبين للدخول في المشروع، وأنا أظن هذا هو كان السر ديال الوداد في التألق. طبعا لا ننسى المجهودات ديال اللاعبين، ديال الأطر التقنية كلها، ديال الطاقم الطبي، ديال رئيس النادي والمكونات ديال النادي الإدارية. وطبعا لا ننسى أنه المقابلة اللي كنا كنلعبها في البيضاء صراحة الحضور تقريبا ديال 50,000 متفرج، يعني المساندة دائما دائمة والله مشروطة ديال الجماهير ديالنا هي صراحة اللي خلتنا أننا نكون متألقين في هذه الساعة هذه. إذن مبروك لك وألف شكر على قبولك الدعوة والمشاركة إذن في برنامج رياضة 24. حسين عموتة، إذن المدرب الذي قاد نادي الوداد إلى اللقب الإفريقي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وموفد البرنامج إلى هناك زميل نزار نور يلتحق بنا الآن. نزار، أهلا بك. مساء الخير وديع، مساء الخير إلى جميع ضيوفك الكرام. إذن مناظر جميلة جدا حيث أنت متواجد في الدار البيضاء، أليس كذلك؟ صحيح صحيح، الجو رائع والشمس يعني لا توجد في باريس هذه الأيام، يجب في رائعة في باريس. الأمور واضحة، يعني الصور معبرة. نزار، أنت بالنسبة لك بعد هذا الفوز الذي تبعته على أرض الملعب، فوز الوداد بهدف لي لا شيء إيابا وأحرزوا بالطبع اللقب الإفريقي، كيف كانت ردود الأفعال هناك؟ يبدو أن كان هناك سعادة كبيرة في المغرب وفي الدار البيضاء بالطبع. حقيقة وديع، دعني أحيي الكابتن حسين عموتة الذي كان قد تحدث إليك قبلي في هذا البرنامج. هو صائد البطولات، يعني هناك هذا النوع من المدربين هو يعتبر صائد البطولات، عندما يتوج مع الفتح الرباطي بكأس الاتحاد الأفريقي، وتتوج مع السد القطري بكأس دوري أبطال آسيا، والآن تتوج مع الوداد البيضاوي بكأس دوري أبطال أفريقيا. هذا الشيء ليس سهل، هناك عمل، هناك هوم وير كبير يقوم به هذا المدرب، دراسة الخصم. سمحته يتحدث عن المعاناة التي عاناها الوداد البيضاوي مع صن داونز على سبيل المثال، تجد أن الرجل يدرس الخصم بصورة جيدة، وهذا ما ينقص حقيقة المنتقدين للعمل بصورة عامة، لا ينظرون إلى الخصم. الوداد البيضاوي الآن أفرح جماهير الدار البيضاء، أفرح جماهير المغربية، اللقب العائد بعد 25 عاما هي فرحة كبيرة لهذه الجماهير، لهذا النادي، للكرة المغربية.
التي تتطلع للوصول إلى أعلى قمة في القارة الأفريقية. الآن الوصول إلى القمة كان صعب، البقاء في القمة سيكون أصعب. إذا شاهدت مثلا وديع تشكيلة الاتحاد الأفريقي للاعبي دوري الأبطال، ستجد هناك ثلاثة من لاعبي الوداد في هذه التشكيلة، هناك يوسف رابح، هناك إبراهيم النقاش، هناك محمد أونجما.